بداية المشهد الأخير للمعركة الفاصلة. هكذا ترى المقاومة قتالها المستعير في تعز الجبهة الأشد اشتعالاً واستنزافاً منذ عامين. على نحو صعيق لا مفاجئة فحسب، تقدمت قوات الجيش والمقاومة في مناطق واسعة شرق المدينة. صباحاً باغتت القوات مواقع وتحصينات الميليشيا فتوغلت داخل أحياء الجبهة الشرقية، تفعل ما هو أكثر ولا تكتفي بذلك في عمليتها العسكرية الخاطفة. في التفاصيل، فقد سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مواقع وممان عدة في أحياء الدعوة وتعبات وحسنات، بينها موقع المكلكل وقصر صالة ومحيط مسجد التوحيد. هذه أحدث صور من الجبهة الشرقية، عرض قوة تزمجر فيه الآليات وهي في طريقها لتطهير جيوب الميليشيا ومواقع القناصة الرابضين على رؤوس المدنيين في مختلف الأنحاء. تقول مصادر طبية في المدينة إن أكثر من 10 مدنيين أصيبوا، حيث وصلوا إلى مستشفى الثورة فقط نتيجة سقوط قذائف أطلقتها الميليشيا بشكل عشوائي على مناطق سكنية متفرقة أبرزها الجحملية والشماسي وشارع 26 سبتمبر وأماكن أخرى. ما الذي سيتغير إذن على ضوء هذا التقدم العسكري بعد أن كادت جبهة تعز أن تتحول إلى معركة منسية شابها الكثير من الملل والقليل من الاهتمام؟ وكيف يمكن لقوات الجيش الوطني والمقاومة المحافظة على مكاسبها؟ وهل يمكن البناء عليها في رسم خارطة التحول العسكري الجديد في مدينة يستميت الإنقلابيون على التحكم بها ووأد مقاومتها؟ لأن انتزاع تعز من بين مخالبهم يعني دق المسمار الأخير في نعشهم. وفي ظل هذه الاستماتة والنزيف اليومي والحصار الجائر، تحتاج تعز إلى ما هو أكثر من الدعم والإسناد. وما قرار الحسم العسكري إلا حلقة الفصل الأخيرة في هذا الماراثون الدامي والمرير.